قرقوري مصطفى الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرق البضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل المغرب. نحن في النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرق البضائع كسائر الهيئات النقابية على الصعيد الوطني، نحن نخلد فاتح ماي، وهذا السنة فهو كيجيب واحد الشكل مغاير، لأننا رغم أننا كنا كنراهنوا على الحوارات اللي خدينا ودخلنا فيها بكل جدية ومسؤولية مع 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 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إلا أن المحضر اللي دعتنا الوزارة للتوقيع عليه لم يرقى إلى مستوى تطلعات المهنيين، الشيء الذي جعلنا نرفض التوقيع عليه. ولهذا فنحن لازلنا عند مطالبنا، ومنها أننا كنطالبوا الوزارة الوصية على تحديد الحمولة من المنبع قبل إخراج عناصر المراقبة الطرقية، وكذلك ندعوها إلى إعادة النظر في القانون 1699 المنظم والذي دفع قطاع النقل الطرق البضائع إلى التحرير، لأنه لم يرقى إلى مستوى تطلعات المهنيين ولم يؤدي المطلوب منه. كما أننا نندد بتماطل بعض الشركات في أداء مستحقاتها لأصحاب المقاولات النقلية وترفض أداء ما بذمتها، والشيء الذي كيجعل أن هذه الشركات النقلية تعاني وتعاني من السيولة المالية، الشيء الذي ينعكس على مستوى تطورها وعلى مستوى التزاماتها بالتزاماتها المالية للشغيلة ديالها، وكذا لصندوق الضمان الاجتماعي، وكذا لجميع المتعاملين معها. جينا اليوم باش نطالبوا بعض الحقوق ديالنا، منها الحقوق اللي كتخص السائق المهني. اولا نطلبوا التغطية الصحية لسائقين سيارات الأجرة، نطلبوا اننا نخرطوا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عضو في المكتب الوطني لقطاع سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل المغرب حميد غريس. نعم، اليوم كما كنعرفوا يوم مشهود، يوم أممي، كنحتفلوا كسائر العمال بهذا اليوم العظيم، اليوم اللي سقطت فيه أرواح، عطات الأرواح ديالها في سبيل يعني احتجاج والنضال. احنا كذلك جينا هنا معبرين عن استيائنا العميق يعني لإهمال الملفات ديالنا المطلبية، اللي هي حقيقة بقات دائما عالقة، وإحنا كنعاني الأمرين يعني الضغط من كل جهة كيعاني منه السائق المهني، وإحنا هذا ما زادنا إلا إصرارا باش نبقاو دائما متشبتين بالنضال ديالنا إلى حين بلوغ النشوء.